شوفها انت وابوك وشوفها تعملوا. انا مش في ايدي حاجه، انا في السعوديه دلوقتي. ليه لهشت في لحمه لو عرضه؟ كان مصور بنت عم، يعني شوف الوقت. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة أسيوط، أكثر تحديدا مركز ديروط، أكثر شارع اسمه شارع الصعيد. عندنا في الصعيد نسبة كبيرة جدا من شبابنا بيسافروا الخليج يشتغلوا، وانتوا عارفين سمعة الصعيد في الخليج عاملة ازاي. الخليج ده كان سواء السعودية سواء كان الكويت سواء ايا كان دول الخليج، الراجل الصعيدي زي جنيه الذهب، يقول لك ده راجل صعيدي، يعني يفهم في العادات والتقاليد والاصول وابن ناس، وفوق ده كله رجولة. واحنا دايما بنقول يا جماعة الراجل الصعيدي راجل حمال اسية ويصبر عشان لقمة العيش، ودايما بيراعي ربنا في كل لقمة بتدخل في جوفه وجوف مراته وعياله. شاب من مركز زيروت أسيوط شغال في المملكة العربية السعودية، بيراعي دايما ان هو يبعت لمراته وولاده اللي يكفيهم كل شهر، يعني راجل شجيان على لقمة عيشه. للأسف فوجئ ان التليفون بتاعه واحد بعت له مقاطع فيديو ومقاطع صوتية على الموبايل. هو في الشغل قال لك لما روح الرقم غريب، وبعت لي مقاطع فيديو وصوت لما روح على رواجة كده اغير هدومي واكل لقمة واقعد اشوف مين اللي بعت لي وبعت لي ايه. بالفعل راح السكن، كان غير هدومه شجانين وتعبانين وكان لقمة وقعد على السرير، وابتدى يفتح يشوف اللي بعت له ده مين وبعت له ايه. فتح الموبايل على الواتس كده ودخل على الفيديو، وفوجئ ان مراته مع ابن عمها وهم بيمارسوا الرذيلة. فوجئ ان مراته الشاب السعودي المصري اللي شغال في السعودية، فوجئ ان مراته بتمارس علاقة جنسية كاملة مع ابن عمها. ابن عمها اسمه علي. سمع المقاطع الصوتية، لقى مسجل اللي بعت لها مسجل تسجيلات صوتية بين ابن عمها وبين الست وبيتكلموا وبيحددوا كلامته وإيحاءات جنسية وكلام فاضي. طبعا هو في السعودية يقدر يعمل ايه؟ راح بعت لأتهم. أتهم ده اللي هو أخو ندى، ما هي مراته اسمها ندى. يا أتهم، قال له أيوه، خير في حاجة ولا ايه؟ قال له هبعت لك فيديوهات، شوفها انت وابوك وشوفها تعملوا. انا مش في ايدي حاجه، انا في السعوديه دلوقتي. قال له فيديوهات ايه؟ قال له هبعتها لك على التليفون دلوقتي، بس خلي ابوك يشوفها معاك. قال له حاضر ابعتها. راح بعت لاتهم الفيديوهات والتسجيلات الصوتيه. اتهم راح لابوه، يا باي جوز اختي بعت لي حاجات بيقول لازم ابوك يشوفها. قال له خير يا ابني، تعال. فتح لقى بنتهم ندى مع مين؟ مع علي ابن عمه، وهم بيتبادلوا العلاقة الجنسية الكاملة. هنا بقت يا علي ده انت ابن عمنا، ده اختنا لحمك وعرضك، ده بنت عمك وجوزها في السعودية، المفروض انت لو شفتها عريانة تغطيها. دي بنت عمك، يعني عرضك، يعني شرفك، يعني لو قدر الله لو حد قال لها كلمة ولا حد اتحرش بيها في وشك، انت ابن عمها، مش انت اللي تعريها وتعمل علاقة جنسية معاها وجوزها في السعودية. اتهم قاعد مع امه وابوه واخته، هنعمل ايه يا جماعة؟
قالوا لا، ندى ما لهاش ذنب، ندى جثة سيبها وهي قاعدة، العيب على ابن عمها، المفروض يكون ستر وغطى عليها، احنا نجيبه، نجيب علي وناخد حقنا منه. راحوا متصلين بيه، طبعا ما قالولوش حاجة، انت فين يا علي؟ تعال احنا نشرب الشاي النهاردة في البيت عندي، تعال. راح لهم علي، ما يعرفش ان هم عرفوا، راحوا قافلين الباب. يا علي، ايوه، ولاد عمه وعمه ومرات عمه قاعد في وسط اهله. ايه يا علي اللي حصل ده؟ قال لهم حصل ايه؟ تعال نوريك حاجه يا علي، فيلم هيعجبك، وريني وريني. فتح الفيديو، لقى نفسه مع مين؟ مع بنت عمه. ربنا ما يكتب على حد. كمين محكم، اعوذ بالله. حب يخرج، راح اتهم مناوله بالسكينه في رقبته، جري على السلم، طلع فوق، ما هو قفلوا الباب فعايز يهرب، طلع فوق، للاسف الخبطه في السكينه والنزيف نازل، وجع على السلم. طلع، فابن اتهم بيقول له يا ابن عمي، ليه لهشت في لحمنا وعرضنا؟ ليه عريت اختي وانت عارف جوزها؟ ليه فضحتنا؟ منك لله، عايز تقول حاجه قبل ما اخلص عليه؟ اتهم بيقول اخر حاجه قالها، قال لك اشهد ان لا اله الا الله. قال له انت تعرف ربنا؟ حرام عليك. وراح خبطه 3-4 طعنات في صدره، وراح مات على السلم. بعد كده راحوا مقطعينه وراحوا حاطينه في كرتونه ورموه في مصرف. علي ليه اخ اسمه عدي، يوم 2-3 مفيش حاجه ظهرت، اخوه اختفى. اخويا فان، ده اخر مره قال لي راح عند اولاد عمي، اخويا فان، يوم 2 راح مبلغ الشرطه. بيه عادي، يا عدي انت متهم مين؟ قال انا متهم عمي ومرات عمي واولاد عمي اتهم واخواته. تم القبض عليهم كلهم. يا جماعه، اخر واحد عندكم كان هو علي، وما خرجش، والناس شايفينه وهو داخل عندكم. بالضغط عليهم راحوا موريين الشرطه الفيديوهات. احنا خدنا شرفنا يا باشا، ادي الفيديوهات اهي، وادي علي اهو، واحنا خدنا شرفنا وعرضنا. مين اللي عمل كده؟ اتهم شال الليله، قال ما حدش اشترك معايا. عدي اللي هو اخو علي قال لا، عمي ضرب ومرات عمي ضربت واولاد عمي كلهم ضربوا. اتهم قال لا، مش محتاج، انا خبطته في رقبته طلع يجري، وجريت وراه. ابويا لا كان يعرف حاجه، ولا امي كانت تعرف حاجه، ولا اخواتي كانوا يعرفوا حاجه. طب الفيديوهات جات لك منين يا اتهم؟ قال لك جوز اختي اللي في السعوديه هو اللي بعتها لي، واحد من البلد بعتها لي. تقريبا للاسف علي حب يتباهى، شوف انا بعمل ايه، كان مصور بنت عمه، يعني شوف يلا الله عند الله ما يستحق، محدش يعرف، مصور، اصل مين اللي هيصور واحد وواحده الا اذا كان يعني لا هي لا هو؟ اما الفيديوهات جت منين؟ واحد من الشارع صورهم؟ اكيد لا هو لا هي. طب مين اللي بعت الصور؟ اكيد الصور دي حد كان بيوريها. ايه رايك؟ لا هي كانت بتوريهم لحد، ومفيش واحده متجوزه هتوري الصور لحد، او هو حب يتفاخر ان هو، بس دي بنت عمه. ما علينا، الفيديوهات جت ازاي؟ ما علينا، او واحد بعتها من رقم مجهول لجوزها. جات لك من الصور دي؟ جات لي من مين؟ من جوزها، جوزها اللي بعتها لي. هنا بقى الزوج اصبح هو المحرض، هو اللي بعت لاخواتها والاهلها فضحتها، فاصبح هو المحرض. اتهم شال الليله، حكمت المحكمه على اتهم ب3 سنين سجن وبراءة بقية الاسره كلها، لانه اتهم شال الليله لوحده، خد 3 سنين سجن. زوج ندى اللي هو في السعوديه خد سنه سجن. 3 سنين لاتهم وسنه لزوجها اللي في السعوديه بتهمه التحريض. هنقول ايه؟ ادي اخره الخيانات وقله الادب، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.